بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بكم في محاضرات الأناتومي أند فيسيولوجي، ونبدأ في شابتر جديد بعنوان النيرفس سيستم. النيرفس سيستم من أهم أجهزة الجسم على الإطلاق، وهو بمثابة جهاز الكهرباء. طبعا كلنا بنعرف إن كل أعضاء الجسم لا تعمل إلا بالإشارات العصبية. المسؤول عن إنشاء هذه الومضات والتنسيق بها بينه هو الجهاز العصبي. The function of nervous system along with endocrine system is to communicate. الوظيفة الرئيسية والأساسية للجهاز العصبي nervous system بمصاحبة الإندوكراين سيستم جهاز الغدد الصماء is to communicate، هي التواصل بين أعضاء الجسم وخلاياه وخلافه. Nervous system is made up of الجهاز العصبي يتكون من التالي: اللي brain, spinal cord ونيرفز، المخ والحبل الشوكي والأعصاب. الوظائف الأساسية لجهاز العصبي functions of nervous system. الوظيفة الأولى sensory functions، الوظائف الحسية، وظائف الحسية الإدراكية sensors receptors gather information. المستقبلات الحسية هي التي تجمع المعلومات أو البيانات، سواء من الجلد، من العين، من الأنف، كل المستقبلات الحسية الخارجية بتجمع المعلومات ومن ثم ترسلها إلى Information is carried to central nervous system CNS. هذه هي الوظيفة الأولى. أما الوظيفة الثانية هي عندما تصل المعلومات إلى CNS، ماذا يحدث لهذه المعلومات؟ الوظيفة تتمثل لدينا في الوظيفة الثانية اللي هي Integrative Function. Integrative Function اللي هي sensory information used to create، هذه المعلومات الحسية التي تم استقبالها تستخدم ل يا أما للsensation إدراك الإحساس، أما للميموري حفظ هذه المعلومات في الذاكرة، أم إما للthoughts للأفكار، إما إلى اتخاذ القرارات. أما الوظيفة الثالثة للجهاز العصبي هي الموتور فانكشن، الوظائف الحركية. Decision are acted upon، القرارات تتاخذ في هذه المرحلة. Impulses carried to effector، والإشارات العصبية يتم إرسالها للخلايا التي يقع عليها التنفيذ. الخلايا التي تنفذ هذه الإشارات العصبية، سواء هذا الإشارة لعضلات هيكلية أو عضلات ملساء أو القلب أو التنفس، كل هذه الخلايا التي تستقبل الإشارات العصبية نسميها الإفكتور. إذن الوظائف ثلاثة: sensory function وظائف حسية، وintegrative function وهي تحدث في المخ، تستقبل من السنسوري وتم معالجتها وترجمتها إلى أحاسيس وذاكرة وأفكار وقرارات، ثم الموتور فانكشن وهي المكان التي يتم فيها اتخاذ القرار. Decision are acted upon، يعني يتم تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في الانتجريتيف فانكشن، وهذه الإشارات العصبية من ثم تنتقل إلى الإفكتورز. Organization of nervous system. طبعا الجهاز العصبي يتم تركيبه أو ترتيبه بطريقتين، إما بالطريقة التشريحية أو بالطريقة الوظيفية. نتكلم عن الطريقة التشريحية الأول. Subdivided into smaller system by location، عن طريق موقع. تنقسم إلى central nervous system CNS والبريفرال نيرفس سيستم اللي هو البي ان اس.
سنترال نيرفس سيستم تتكون من البرين والسباينال كورد، اما البريفرال نيرفس سيستم تتكون من الكرينيال نيرف التي طبعا مصدرها البرين، والسباينال نيرف التي تنشئ او تخرج من السباينال كورد. اذا نيرفس سيستم according to location او according to anatomy حسب الوضع التشريحي او الوضع، يتكون من السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم. سنترال نيرفس سيستم CNS يتكون من البرين and spinal cord، اي البرين والسباينال كورد. ثم البريفرال نيرفس سيستم يتكون من الكرينيال نيرف وهي الاعصاب التي تخرج من البرين مباشرة، والسباينال نيرف وهي الأعصاب التي تخرج مباشرة من السباينال كورد. مرة أخرى division of peripheral nervous system. الآن تكلمنا عن السنترال نيرفس سيستم بشكل سريع، الآن نتكلم عن تقسيمات البريفرال نيرفس سيستم. في عندنا two division، sensory division والموتور division، القسم الحسي والقسم الحركي. السنسوري division من البريفرال نيرفس سيستم الجهاز العصبي الطرفي picks up sensory information، يلتقط الاشارات او المعلومات الحسيه and deliver it to central nervous system. اذا يلتقط الاشارات او المعلومات الحسيه وينقلها باتجاه الجهاز العصبي المركزي central nervous system. اما الموتور ديفيجن فالحركه عكسيه، carried information ينقل المعلومات. طبعا الموتور ديفيجن هي carries information to muscles and gland، تنقل المعلومات من central nervous system الى العضلات والى الغدد. هذا الموتور ديفيجن ممكن يقسم لسب ديفيجن لا اقسام اخرى. الموتور ديفيجن ممكن يقسم الى سوماتيك واوتونوميك. سوماتيك اي الجسمي، carries information to skeletal muscle، اي المعلومات تنقل من central nervous system الى العضلات الهيكليه. اما الاوتونوميك nervous system carries information to smooth muscle، تنقل المعلومات من السي ان اس الى السموث ماسل العضلات الملساء والكاردياك ماسل والعضلات القلبيه اند جلاند. وهذا الشكل بيوضح التقسيمه التشريحيه اللي اتكلمنا عنها، يشمل كل التقسيمه بتفرعاتها. نيرفس سيستم يتكون من سنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم. اما السنترال نيرفس سيستم هو هذا، يتكون من البرين والسباينال كورد، اي البرين اند سباينال كورد. اما البريفرال نيرفس سيستم او البي ان اس فيتكون من الكرينيال نيرف، الاعصاب التي تنشا او تتفرع مباشره من البرين، والسباينال نيرف الاعصاب التي تخرج مباشره من السباينال كورد. اما السب ديفيجن للبريفرال نيرفس سيستم زي ما تكلمنا عنه، في عندنا سنسوري ديفيجن وهي تلتقط المعلومات من المستقبلات الحسيه سنسوري ريسبتورز ثم تنقلها الى السنترال نيرفس سيستم. عكسها او الجزء الثاني من البريفرال سيستم هي الموتور ديفيجن، القسم الحركي الذي ياخذ المعلومات من السنترال نيرفس سيستم وينقلها الى اما للسكيليتال ماسلز او للسموث ماسل. الذي ينقل للسكيليتال ماسل يسمى سوماتيك نيرفس سيستم، اما الذي ينقل الى السموث ماسلز والكاردياك ماسل والجلان نسميها الاوتونوميك نيرفس سيستم. وهذا هو التركيب الديفيجن اوف نيرفس سيستم اكوردنج تو لوكيشن اور اكوردنج تو اناتومي. ما زلنا في الاورجانيزيشن اوف نيرفس سيستم.
تكلمنا عن الـ organization according to location or according to anatomy. هذه المرة هنتكلم عن organization according to system أو according to type of organs they innervate، أو ممكن نسميها بطريقة وظيفية، تقسم بطريقة وظيفية أو حسب العضو التي تستلم الإشارة العصبية أو الومضة الكهربائية. ممكن نقسمها ل somatic nervous system. والsomatic nervous system أو الـ SNS أيضا له subdivision. هذه subdivision somatic motor division والsomatic sensory division. يبقى القاسم المشترك إنها somatic، وتكلمنا في الشريحة السابقة إذا كانت somatic أي جسمية معناها إن طريق الومضات أو الإشارة العصبية معروف، تنتقل من السنترال نيرفس سيستم تو حسب. لا، إذا كانت موتور سوماتيك موتور فبتصل للسكيليتال مسل، أما إذا كانت سوماتيك سنسوري فتنتقل إلى السموث مسلز. يبقى السوماتيك نيرفس سيستم تنقسم إلى سوماتيك موتور ديفيجن كاريز انفورميشن تو سوماتيك افكتورز، سوماتيك افكت المستقبلات الحسيه، المستقبلات الجسديه مثل السكيليتال ماسل. اما السوماتيك سنسوري ديفيجن كاريز فيدباك انفورميشن تو سوماتيك اندكريشن سنتر ان ذا سي ام اس. فهذه الطريقه الوظيفيه، هذه السوماتيك سنسوري ديفيجن، بدل قلنا السنسوري يبقى طريقها عكسي، اي نعم هي جسدي لكن طريقها عكسي، يعني من السكيليتال مثلا مصل تو سنترال نيرفوس سيستم، لكن التقسيمه حسب ايش؟ اذا كانت سوماتيك او التقسيمه التاليه اللي بنتكلم عنها الاوتونوميك، اما سوماتيك او اوتونوميك نيرفوس سيستم. الاوتونوميك في عندنا الافرنت ديفيجن اوف اوتونوميك نيرفوس سيستم. قلنا في مصطلحين عندنا هنتعرض لانها افرنت و افرنت. افرنت معناها الاشارات العصبيه تحمل من السنترال نيرفوس سيستم الى 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 مثلا الاحشاء الداخليه او الجلاند او غيره. اما الافرنت طريق عكسي، من طريق ذاهب الى السنترال نيرفوس سيستم. افرنت ديفيجن اوف اوتونوميك نيرفوس سيستم كاريز انفورميشن، تحمل المعلومات تو اوتونوميك اور فيزرال افكتورز، يعني المستقبل ايش تنقل الاحشاء او اللي هو المتاثرات الافكتورز، قلنا الخلايا التي يقع عليها التاثير سواء الحشويه اللي داخل او التلقائيه زي الليثموس ماسلز والكاردياك ماسل والجلاند. وفي هذا الصدد تكلمنا عنه اكيد درستوه في الـ في الفاندمنتال اوف نيرسينج، الاوتونوميك نيرفوس سيستم ان تو سب ديفيجن، في سيمباثيتك الجهاز العصبي السيمباثاوي والباراسيمباثيتك الجار سيمباثاوي. وهذا السيمباثاوي هو اللي بيعمل بريباريشن للبادي تو ديل وذ ايميديت ثريت، هو اللي بيحضر الجسم للتعامل مع الخطر الاني او الحالي تو انترنال انفايرمنت، طبعا للبيئه الداخليه. اما الباراسيمباثيتك عكسه تماما، كوردينيتس بودي نورمال ريستنج اكتيفيتي، هذه الزياده التي صارت والبريباريشن عندما يزول الخطر اللي هو الثريتس، يصبح الجسم هذه الطاقه الزائده نحن في غنى عنها، فالباراسيمباثيتك بيوفرها وبيوضع ويرجعنا للوضع الطبيعي وهي الريستنج ستيت. طيب النوع الثاني هو الفيزرال سنسوري ديفيجن، وهي طبعا نفس الايش اللي احنا تكلمنا عنها في الشريحه السابقه، كاريز فيدباك، تاخذ تغذيه راجعه او معلومات التغذيه الراجعه للاوتونوميك انتجريتنج سنتر ان سي ان اس. زي ما حكيت لكم فيها ان تقسيمه الافرنت والافرنت، الافرنت كونسيستس اول انكمينج سنسوري باث واي، كل المعلومات اللي رايحه سي ان اس انكمينج داخله، لا السنترال نيرفوس سيستم بنسميه افرنت ديفيجن، وكل المعلومات
والالكتريكال امبالسز اللي خارجه من السي ان اس بنسميها افيرنت كونسيست اوف اول اوت كومينج موتور باث واي. طبعا السنسوري ديفيجنز اكيد مشهوره لدينا تشتمل اللي هو مثلا الجنرال سوماتيك سنس زي التاتش والبين البريشر فايبريشن تمبريتشر. هذه هي ايش اللي هي الاحساس والالم والضغط او السبيشال سنس اللي هي الحواس الخمسه التيست التذوق الفيجن الهيرنج البالانس السميل. في هنا الفيزرال سنسوري كومبوننت visceral sensory component اللي هي المستقبلات الحشوية اللي داخل الجسم transmit nerve impulses التي تنقل الومضات العصبية from blood vessels and viscera من الأوعية الدموية والأحشاء to NS. يبقى أي شيء كلمة فيها sensory معناها تنقل إلى CNS. visceral معناها من الأحشاء يبقى تنقل الإشارات العصبية من الأحشاء زي البلاد فيزل زي الامعاء زي خلافه زي القلب الى السي ان اس. فيزرال سينسز برايمري انكلود تمبريتشر والستريتشنج طبعا زي ايش الاحساس اللي بتحس فيها الحراره مثلا الداخليه بتحس فيها الستريتشنج اوف ان اورجن يعني اذا في تضخم وانتفاخ في عضو ما كل هذه الاشارات تنقل للسنترال نيرفس سيستم. الموتور سوماتيك موتور كومبوننت قلنا موتور يبقى اتجاهها من وين؟ من السي ان اس. سوماتيك معناها سكيليتال ماسل اذا انتقال الاشارات العصبيه من السكيليتال ماسل لا عفوا من السي ان اس للسكيليتال ماسل لها اسم اخر سوماتيك نيرفس سيستم اللي احنا تكلمنا عنه في الشرائح السابقه. كوندكت نيرف امبلسز يعني توصل الإشارات العصبية الومضات العصبية from CNS من Central Nervous System to Skeletal Muscles also known as Voluntary Nervous System أيضا تسمى الجهاز العصبي الإرادي لأنها توصل إلى Skeletal Muscle بدل Skeletal Muscle إذن هي إرادية. وفي عنا اللي هو Autonomic Motor Autonomic Motor Component أو Autonomic Nervous System اللي هي في عكس السوماتيك. سوماتيك يبقى جسديه في السكيلت المصل. اما اوتونوميك معناها الانترنال اورجان الاعراض الليش اللا اراديه ريجوليت سموث ماسلز كاردياك ماسل اند جلاند وهذه كلها لا اراديه. يعني الكهرباء ايش وظيفتها؟ انيرفيتس انترنال اورجانز يعني يصل الكهرباء الأعضاء الداخلية regulate smooth muscles regulate cardiac muscle regulate gland نفس الكلام تكرر مرة أخرى also known as visceral motor system بنسميها visceral motor system والاسم الآخر هو involuntary nervous system الجهاز العصبي اللا إرادي. وهذه التقسيمة هتشرح كل اللي تكلمنا عنه في الشرائح السابقة وهي functional organization of nervous system التقسيم الترتيب الوظيفي او التقسيم الوظيفي للنيرفس سيستم. قلنا النيرفس سيستم يتكون ل تو سب ميجور سب ديفيجن سنسوري بدل سنسوري بنسميه افرنت يعني افرنت يعني الطريق اللي رايح على السي ان اس وموتور معناه ان هو جاي من السي ان اس للسكيليتال مسل. يبقى نمسك سنسوري ديفيجن او الافرنت ديفيجن واحد والموتور ديفيجن او الافرنت ديفيجن. طيب السنسوري معنى ايش طريقه؟ ترانسميت انفورميشن فروم بريفري ينقل المعلومات من الاطراف تو سي ان اس سنترال نيرفس سيستم وهذا تحتوي طبعا عن طريق ايش الاستقبال الاحساس عن طريق حاجه تسميها الريسبتورز المستقبلات الحسيه. زي ما في مستقبلات حسيه في ايضا خلايا تتلقى الاوامر. الخلايا التي تتلقى الاوامر بنسميها الافكتورز او التارجت اورجانز الخلايا المستهدفه. نيجي لنتكلم عن الموتور يبقى اتجاهه من وين؟
transmit information from central nervous system من central nervous to rest of body لكل أنحاء الجسم send motor information to effectors زي ما حكينا الخلايا المتأثرة أو المستهدفة يبقى إذا مستقبلات sensor ومستقبلات الحسية والتي يقع عليها التأثير بنسميها إذا السنسوري بنقسمها قسمين سوماتيك وفيزرال والموتور بنقسمها قسمين أيضا سوماتيك وأوتونوميك نتكلم عن السنسوري ديفيجن في عنا سوماتيك سنسوري وفيزرال سنسوري سوماتيك سنسوري ريسيف سنسوري انفورميشن تتلقى المعلومات الحسية من وين سنسوري من سوماتيك بدا باسم سوماتيك يعني من الخارج من السكيليتال ماسلز من الحاجات الخارجيه كلها السكين الفاشيا من الجوينت من السكيليتال ماسلز من السبيشال سينس كل هذا مع الخارجيه تنقل الى السنترال نيرفس سيستم اما الفيسرال سنسوري بتاخذ المعلومات من الاحشاء الداخليه receive sensory information تستقبل معلومات حسية from visor من الأحشاء طيب الاتجاه الموتور في أن موتور somatic motor وهذه voluntary nervous system innervate skeletal muscle يعني اللي هي الجهاز العصبي الإرادي وهي يقع التأثير الكهربي اللي هو innervation على skeletal muscle أما الأوتونوميك نيرفوس سيستم وهو غير إرادي لا إرادي involuntary nervous system innervates يعني يقع التأثير الكهربي على إما على الكاردياك مصل أو السموث مصل and جلاد وهذه الشريحة تختصر كل ما تكلمنا عنه من تقسيمات النيرفوس سيستم according to function or according to organs that innervates ننتقل الآن إلى الخلية العصبية النيرف سيلز نيرفوس تيشو تو ديستينك سيل تايب في عنا الأنسجة العصبية في نوعين مختلفات عن بعضهما البعض النوع الأول هو النيورونز الخلية العصبية وهي اكزايتابل سيل ما معنى excitable cell أنها الخلية التي تتأثر بالإشارة الكهربائية أو الومضات الكهربائية في استطاعتها أن تحدث ومضات كهربائية وتوصلها initiate تصنع and transmit nerve impulses تصنع وتوصل الومضات العصبية النوع الثاني من الخلايا مسميه الجاليال سيل وهي نون اكزايتابل سيل خلية لا تتأثر بالكهرباء وهي عبارة عن نسيج داعم للخلايا العصبية إما للحماية أو للدعم وظيفتها سبورت اند بروتكت ذا الخلية العصبية الأصلية اللي هي النيورون ستراكشر النيورون تعتبر هي الستراكشر اند فانكشنال يونت اوف نيرفوس سيستم هي النيرون أو الخلية العصبية هي الوحدة البنائية والوحدة الوظيفية للجهاز العصبي. Formed of طبعا مكونة من nerve cell الخلية العصبية نفسها وفي عنا processes في زوائد. زوائد هذه إما تكون dendrites كما هي موضح في الصورة هذه dendrites أو الأكسون هذا هو اللي بالأصفر هذا هو إيش؟ الأكسون. Characteristics of neurons له عدة خواص مهمة جدا لابد ان احنا نحفظها. Characteristics of neuron. Neuron have a high metabolic rate. مستوى الأيض عنده والتمثيل الغذائي عالي جدا. 2. Neurons have extreme longevity. طبعا الخلية العصبية من أكثر الخلايا التي تعيش طويلا وطويلا أطول من أيها لأنها أغلب هذه الخلايا لا يحصل إلها تجديد للخلايا فبالتالي تعيش مدة طويلة Neurons typically are non-mitotic
طبعا الخلايا العصبية لا يندرج عليها ما يندرج على الخلايا الأخرى، لا تخضع للانقسام الميتوزي. هذه الخصائص الثلاثة للخلية العصبية أو النيرون. مما يتكون النيرون؟ نيرون structure. Neurons come in all shapes and sizes. لها عدة أشكال وأحجام مختلفة. All neurons share certain basic structure feature، لكنها تشترك في صفات أو أشكال رئيسية. النيرون عادة بتكون من ثلاث مكونات رئيسية: السيل بودي أوقات بنسميه الستوما، والدندرايتس اللي هي الأهداب والآت. نتكلم أول شيء عن السيل بودي. السيل بودي وظيفته زينيرون كنترول سنتر، هي وحدة التحكم في الأعصاب. Responsible طبعا الخلية العصبية responsible for مسؤولة عن receiving integrating sending nerve impulses، إما تستقبل أو ترسل ومضادات كهربائية أو تعالج. تحتوي طبعا على البلازما ميمبرين والسيتوبلازم الغشاء السائل السيتوبلازمي، النيوكلوس النواة with prominent nucleus، وفي طبعا نويات، كروماتوفوبيك سبستانس بعض المكونات الأخرى، والفري ريبوزومز المنتشرة في أنحاء الخلية. أما الأكسون هذا طبعا السيل بودي، وهذا هو الأكسون. كومبوننت أوف أكسون هو a single process يعني زائدة فردية extending from the axon هيلوك. أكسون هيلوك اللي هو نقطة اتصال السيل بودي بالأكسون. Sometimes covered by fatty layer called myelin sheath. أوجات الأكسون هذا بتغطى كما شفتكم بعض الصور السابقة بطبقات دهنية للحماية تسمى الميالين شيث. وظيفتها الرئيسية الأكسون conduct nerve impulses، وصل ومضات الكهربائية away from the cell body من السيل بودي لخلية أخرى أو لجنكشن آخر. اللي باللون هذا هو السيل بودي، وهذه الاكسون هيكلوك اللي هي نقطة اتصال السيل بودي بالاكسون. اما هذا اللي هو العقد اللي شايفينها، هذه هي الميالين شيث. اما المكون الثالث وهو الدندرايتس. each neuron كل نيرون has one or more dendrites، له دندرايتس واحد أو أكثر، which branch from the cell body. طبعاً يتفرع هذه الدندرايتس مباشرة من cell body زي ما شايفين. conduct nerve signals to cell body of neuron. الهدف طبعاً من الدندرايتس إنها تجمع الومضات الكهربائية وتوصلها للcell body. distal end of the dendrites of sensory neuron are receptors. طبعا الجزء الأخير أو النهائي من الدندرايتس هذه فيها receptors، مستقبلات حسية تستقبل الومضات الكهربائية. Classification of neuron، تقسيمات النيرون. Neurons have vary widely in morphology and location. طبعا في تنوع كبير جدا في الاشكال، الشكل نسميه المورفولوجي او علم الاشكال، and location او وضعه في الجسم. ممكن يقسم classified based on structure بناء على التركيب، وايضا بناء عن الفانكشن عن الوظيفه. structure classification اما من ناحيه الشكل فممكن نقسمه ل number of process حسب الزوائد الخارجة من النيرون. number of processes extended from the cell body
إما أن يكون يوني بولر فص نيرون هاز سينجل بروسيس واحدة، أو باي بولر نيرون هاف تو بروسيس، أو أكثر من اثنين مالتي بولر أو نيرون هاف ثري أور مور بروسيس. هاي الأشكال واضحة، اليوني بولر ون بروسيس، باي بولر هاي بروسيس من جهة هذه وبروسيس من الجهة هذه. أما المالت بولر زي ما انتم شايفين كثيرة جدا. اليوني بولر زي ما حكينا ون بروسيس زي ما هي موجودة في الجانجليا. أما الباي بولر تو بروسيس في السبيشال سينس في الأحاسيس المختلفة اللي في جسم الإنسان زي الأيز العيون والإيرز والنوز. أما المالتي بولر هذه ميني بروسيسز موست نيرون أوف سي إن إس، بيكون أغلب النيورونز الموجودة في السنترال نيرفا سيستم بتكون مالتي بولر. هذا اللي احنا نهينا منه الكلاسيفيكيشن اوف نيورون اكوردنج تو ستراكشر. الان الشريحه هذه نتكلم عن كلاسيفيكيشن اوف نيورون فانكشنال ديفرنسز حسب الوظيفه. في عندنا سنسوري نيورونز، سنسورو نيورونز طبعا الاعصاب الحسيه وهي افرنت. قلنا يعني ايش افرنت؟ افرنت يعني اتجاهها ناحيه السي ان اس، يعني كاري امبالسز to CNS central nervous system. أغلب السنسوري نيرونز أغلبها يوني بولر وبعض منها باي بولر. أما النوع الثاني هو الانتر نيرونز وهي اللي بيحصل فيها العمليات الحسية العالية أو العمليات العقلية العالية. لينك نيرونز بتوصل النيرون بعضها البعض وأغلبها أو كلها تقريبا مالتي بولر وكلها تقريبا موجوده في السنترال نيرفس سيستم. اما الموتور نيرونز في بيكون شكلها مالتي بولر وكاري امبالسز اواي فروم سي ان اس، تحمل الومضات الكهربائيه من الجهاز العصبي المركزي وكاري امبالسز تو افكتورز، يحمل الامبالسز للافكتورز. تمام، زي موجود هن في الرسمة نوضحها تماما. هاي الدندرايتس وقلنا الدندرايتس نهايتها هي عبارة عن سنسوري ريسبتورز مستقبلات حسية بتوصل الومضة الكهربائية للسيل بادي ثم توصلها لإيش؟ للسنترال نيرفس سيستم. والإنتر نيرون بيعمل لينك ما بين السنسوري والموتور نيورونز والطريق الراجع نفس الطريق له للاكسون للسيل للبادي للدندرايتس مره للافكتور للخلايا العصبيه. نفس الشكل برضو ما الشكل بيوضح هنا الريسبتورز اللي موجوده ممكن في الجلد او في السبيشال سينس ثم بتوصل ل طبعا هذا بنسميه الطريق اللي رايح للسي ان اس افرنت ترانسميشن. اما الطريق اللي جاي من السي ان اس بنسميه افرنت. طبعا هنا بدايته سنسوري ونهايته موتور يوصل ايش للعقرب. نتكلم الان عن النيرفز. نيرفز اعصاب are organs of PNS. PNS اللي هو البريفرال نيرفس سيستم. أعضاء البريفرال نيرفس سيستمز أو الوحدات هو النيرفز الأعصاب. إيش هي الأعصاب؟ في عندنا سنسوري افرنت، قلنا افرنت يعني اتجاهه وين؟ اتجاهه سي إن إس نيرفس. سنسوري افرنت نيرفز convey يعني ترسل السنسوري انفورميشن تو سنترال نيرفس سيستم. وفي عندنا النوع الثاني الموتور افرنت نيرفز convey motor impulses from سي ان اس من السي ان اس للسكيليتال للمسلز اند جلاندز. وفي ميكس نوع ما بين الاثنين نيرفز
both sensory and motor. في خلايا نفس يشمل تجمع ما بين الحسي والحركي. Axon terminates as they conduct other neurons. Axon ممكن نهاية الأكسون ممكن يرتبط بنيرون آخر أو ممكن يرتبط بمصل أو ممكن يرتبط بسل أو gland سل. An axon terminates في نهاية الأكسون. A nerve impulses are specialized junction. في ارتباط أو junction خاص يعني ارتباط خاص مع نيرون آخر بنسميه السينابس. السينابس هو نقطة اتصال نهاية الأكسون بنيرون آخر بسميه السينابس. البريفرال نيرفز الأورجانيزيشن تبعه أو الكفرينج في أن إبي نيورين وهذا الإبي نيورين زيها في الطبقة هذه هي رابس انتير نيرف بتغلف الأعصاب من الخارج والبيري نيورين رابس فيزيكل وفتراك بيغطي الفيزيكل للأعصاب حزمة الأعصاب كلها بتغطيها كما هذه الحزمة كلها بيغطيها إيش البيري نيورين. أما الإندو رابس إنديفيدوال إيش إنديفيدوال أكسون كل أكسون من هذه الأكسون بيغطيها الايش الاندو نيورين. اذا في عندنا ثلاث طبقات الايبي هذا بيعمل كفرنج للنيرف كله والبرينيوم بيغطي الفيزيكل الحزمه ثم الاندو نيورين اللي هو بيغطي وان انديفيدوال ايش اكس. هاي واضحه عن هاي الايبريوم نيورين والبرينيوم والاندو نيورين. طيب نتكلم على نقطة اللي هي repairing أو repair of nerve fibers عملية إصلاح أو تجديد الخلايا العصبية أو الألياف العصبية. Mature neurons are incapable of cell division. الخلية الناضجة الخلية العصبية الناضجة غير قادرة على الانقسام. Therefore وبالتالي damage to nervous tissue can be permanent. فبالتالي أي خلل أو أي إصابة للنيرف تيشو للخلايا العصبية ممكن أن تكون دائمة permanent. Neurons have limiting capacity to repair themselves. عندها النيرونز الخلايا العصبية عندها قدرات محدودة جدا إنه يصلح من نفسه. Nerve fibers can be repaired if the damage is not extensive. ممكن الخلايا العصبية أو الألياف العصبية إنها يعني يحصل لها repairing لو كان ال damage not extensive مش كبير جدا. The cell body and neurilemma are intact ولو كانت ال cell body والneurilemma لم تصب بأي أذى and scarring has not occurred. وباللحظة هذه ال scar أو النتوء النسيج الليفي لا يحصل.